السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا أم فيصل. الله يبقيك. وشلون صحتك؟ طيبة؟ الحمد لله، طيبين. الحمد لله، جعلنا إن شاء الله في زود، يا رب يا كريم وفي نعمة. الله. أم فيصل، أول شيء اتصالت هذا والله العظيم أنه تاجن على رأسي وأنه أسعدني صراحة. إي والله الله يسعدكم يا رب كلكم. أم فيصل، وش الفاكهة الزينة عندك؟ وش الفاكهة الزينة اللي تحبينها أنت؟ الفاكهة؟ إي والله الحمد لله، الفواكه يا ولدي كلها نعمة الله سبحانه. اللهم لك الحمد. أنعم الله علينا سبحانه وتعالى هذا الوطن المعتق. آمين يا رب يا كريم. وهذه النعم اللي طب واختاره. اللهم أمين يا رب، اللهم لك الحمد. ما تدير له الشكر الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد والشكر على النعمة اللي حنا فيها يا أم فيصل، والحمد لله والشكر على نعمة وجودكم أنتم بعد في الحياة يا أم فيصل. الله يطول عمرك يا رب. أشكر أهل المجلس كلهم، على رأسهم أبو صالح. استاهل. وأنا من متابعين البرامج من يمكن 15 سنة. كم سنة؟ يمكن تقريبا من 15 سنة إذا ما خانتني الذات. هذه من المؤسسين معكم يا أبو عبد العزيز من أول في القناة. جعل ربي يطول في عمره ويخلص إن شاء الله لنا ذخر إن شاء الله يا أم فيصل، اللي مثل صراحة يسعدنا اتصاله ومتابعته لنا والله. الله يطول عمركم. وأنصح المتابعين الوقف. إي أم فيصل، نبي كلمة عن الوقف وعن الأيتام. نبي مثل نصيحة. والله أقول لهم لا يخلون إخوانهم الأيتام. فكلنا أنا جلساني في هذه الحياة، وتبرعوا وتصدقوا فما تقدمون من شيء فتجدونه قدامكم. وأسأل الله يرزقنا وإياكم من واسع بوضعه ومتصدق في هذه الساعة المبارك. كريم الله يعطيك العافية يا أم فيصل، وما قصرتي ولا أنت على اتصالك. وياكم ان شاء الله، والله يوفق المتابعين. امين يا رب. لا انت يا ام فيصل، لا انت. هذه من المتابعين للقناه من ايام من تاسيس القناه. ما شاء الله تاسيس القناه. نقول جزاك الله خير عمرها ان شاء الله. اي والله.